ادي ميدو هيرجع بيها تاني في المكان الفاضي. عملوا تغيير اللعب مرتين من سمير لميدو ومن ميدو لسمير. العرضيه ممكن ضربه الراس يا ولد خطيره، جول جول جول. ميدو جابر المره دي مش هترجع يا ميدو. الهدف الاول للنادي المصري ميدو جابر في الدقيقه 27. من شويه اتكلمنا ان النادي المصري عامل جيم جيد حتى لو اللقاء على المستوى الجماعي للفرقتين متوسط، انما النادي المصري بيلعب بتوازن دفاعي وهجومي، وفعلا قدروا اهوت من العرضيه ميدو جابر طلعها اول مره ميهوب ولكن يكمل فيها. ادي العرضيه الجميله اللي عملها سعداوي من الجبهه الشمال، والمتابعه لميدو جابر طلع اول مره ميهوب، انما برضه جت في سكه ميدو جابر عشان يسجل، كان لازم يحطها على جنب ميهوب، انما المسافه قريبه، الراجل قال لك اطلع اهم حاجه الكوره، وطلعت قدام ميدو جابر عشان يكمل فيها، وهو اللي يعمل المتابعه لنفس اللعبه اللي عملها بدماغه عشان يتقدم لفرقته مع الدقيقه 27. يبقى 1-0 للنادي المصري، هم النهارده اللي يفتتحوا المباراه تهديفيا، وميدو جابر بيسجل ثالث اهدافه عشان يبقى هداف فرقته بثلاث تجوان